أين بقية الله؟ أين بقية الله؟ أين بقية الله؟ ألا كراز خدایی خدا کند که بیایی خدا خدا کند که بیایی خدا کند خدا کند تو نور غیب نوایی خدا کند که بیایی خدا کند خدا کند که بیایی خدا خدا شب فراق تو جانم خدا کند به سر آید سر آید و تو براییم خدا کند که بیاییم و صلى الله على سيدنا محمد النبي و آله و سلم تسليما اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك مدينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلك فعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العليم والثناء الجليل وهبت عليهم ملائكتك وكرمتهم ببخيك ورفعتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة لك والوسيلة إلى رضوانك فبعد أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها فبعد أملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك وبعد اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا وبعد كلمته من شجرة تكريما وجعلت له من أخي ردا وبزيرا وبعد أولدته من غيره آتيت البينات فأيدته بروح القدس فكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصيا مستحفظا بعد مستحفظ من مدلة إلى مدلة
إقامة لدينك وحجة على عبادك، ولئلا يزول الحق عن مقرك ويغلب الباطل على أهلك، ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله، فكانك من تجبته سيد من خلقته وصفوة من اصطفيته وأفضل من اجتبيته وأكرم من اعتمدته، قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك، وأوتعته مشارقك ومغاربك، وسخرت له البراق، وعرجت به إلى سمائك، وعرجت بروحه إلى سمائك، وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك، ثم نسرته بالروح وحففته بجبريل وميكائيل والمسممين من ملائكتك، وبعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون، وذلك بعد أن ببعته مببع صدق من أهله، وجعلت له ولهم أول بيت وذل الناس للذي ببكت مباركا وهدى للعالمين، فيها آيات مبينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك، فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقلت وأسألتكم من أجر فهو لكم، فقلت وأسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربي سبيلا، فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك، فلما انقضت أيامه أقام وليا علي بن أبي طالب صلواتك عليه ما وآله ما هاديا، إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد، فقال والملأ أمامه من كنت مولاه، اللهم والي من والى وعاد من عاد وانصر من نصر واخذل من خذل، فقال من كنت أنا نبيه فعلي أميره،
فقال أنا بعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى وأهل له مهل هارون من موسى فقال أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي فزوجه ابنته سيدة نساء العالمين وأهل له من مسجده ما خلل وسد الأبواب إلا بابا ثم أوداه علمه وحكمته فقال أنا مدينة ولي بابا فمن أراد المدينة والحكمة فليأت من بابها ثم قال أنت أخي وبسي وبارثي لحمك من لحمي ودمك وسلمك سلمي وحربك حربي والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالت لحمي ودمي وأنت غدا على الأود خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز رضاتي وشيئتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة فهم جيراني ولولا أنت يا غليم لم يعرف المؤمنون بعدي وكان بعده هدى من الظلام ونورا من العمى وأبلى الله المتين وصراطه المستقيم لا يسبق بغرابة في رهم ولا بسابقة في دين ولا يلهق في منقبة من مناقب يهدو هدو الرسول صلى الله عليه وآله ويقاتل على التأمين ولا تأخذوا في الله لومة لائم قد وتر فيه صناديد الغرب وقتل أبطالهم وناوش ذبانهم فأودى قلوبهم أهقادا بدريا وخيبرية وهنينيا وغيرهن فذبت على قدامته فكبت على منابذته حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين ولما قضى نهبه وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادي والأمة مصرة على مقتل مجتمعة على قتيلة رحم وإقصاء بلد إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم فقتل من قتل وسبيا فقتل من قتل و
وأغسي من أغسي فجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة إن كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان بعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله بعده وهو العزيز الحكيم فهل الأتائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليه وسلم فليبكي الباكو وإياهم فليندب النادب ولمثله فلتذرف الدموع وليصرخ الصارخ ويذج الضاج ويعج العاج أين الحسن أين الحسن أين الحسن الحسن أين الحسن أين ابن الحسن صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الصالبة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الزاهرة أين أعلام الدين وقبائد أين بقية الله 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 التي لا تخلو من العترة الهادية أين المؤد لقتدابر ولما أين المنتظر لقامة الأمت والهبج أين المرتجى لإزالة الجور والعدوم أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن أين المتخير لإعادة الملة والشريعة أين المؤمل لإياء الكتاب وحدوده أين مهيي معالم الدين وأهله أين قاسم شوكة المعتدين أين آدم أبنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والنسيان والدنيا أين آسد فروع الغي والشقاق أين طامس آثار الزيغ والأهواء أين قاتل أبائر الكذب والافتراء أين مبيد الأوتات والمردب أين مستأصل أهل العناد والتذليل والإلحاد أين مؤذ الأولياء
ومذل بعدا. أين جامع الكلمة على التقوى؟ أين باب الله الذي منه يتاب؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين صاحب يوم الفتح والعاشر راية الهدى؟ أين مؤلف شمل السلام والرضا؟ أين الطالب بذول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلا؟ آقای من کی میاد انتقام جد مظلوم و غریبت حسین علیه السلام رو بگیری؟ آقا یا ابن الحسن، این الطالب بدم المقتول بکربلا؟ این المنصور علی من اعتدا علیه بفترا؟ أين المضطر الذي يجاب إذا فدش بشر؟ أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى؟ أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى؟ بابي أنت وأمي ونفسي لك الوفاء والهمام. يا ابن السادة المقربين، يا ابن النجباء الأكرمين، يا ابن الهداة المهديين، يا ابن الخيرة المؤدبين، يا ابن الغطارفة الأنجبين. أقام يا ابن العتائب المتغرين، يا ابن الخضارمة المنتجبين، يا ابن القواقمة الأكرمين، يا ابن البدور المنيب، يا ابن السرج المثير، يا ابن الشعب الثاقب، يا ابن الأنجم الزاهرة، يا ابن السبل الواضح، يا ابن الأعلام اللاغمة، يا ابن العلوم الكاملة، يا ابن السنن المشهورة، يا ابن المعالم المأثورة، يا ابن المعجزات الموجودة، يا ابن الدلائل المشهودة، يا ابن الصراط المستقيم، يا ابن النبأ العظيم، يا ابن من هب في أم الكتاب لدى الله علي حكيم، يا ابن الآيات والبينات، يا ابن الدلائل الظاهرات، يا ابن البراهين الوعدات الباهرات، يا ابن الحجج البالغات، يا ابن النعم السابقات، يا ابن طاب المنكمات، يا ابن ياسين والضاريات، يا ابن الطور والعاديات، يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين وادنى. دنوا واقترابا من العلي الاعلى، ليت شعري أين استقرت بك النبا؟ ای کاش میدونستم کجایی، بل اگر لنت قل که اوثرا، ابرد و هم غیرها هم بی تو عزیز علی. أنا أرى الخلق فلا ترى، برام سخت مردم و ببینم تو رو نبینم. يا ابن الحسن، ولا اسمع لك عزيزا ولا نجوى، برام سخت از تو صدایی نشنوم. آقا جانم عزیز علیم، انت حیتم کدون البلوا، برام سخت ببینم بلاها دور تو رو گرفتن، من سالم باشم آقا
الخاب، ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى. بنفسي أن جانا بفداد، من وغيب لم يخلو من ناب. اگه در پرده غیبتی از ما دور نیستی آقا، بنفسی انت و ناز ما نزن ناب. بنفسی انت و امنیت و شاقیت من ناب. من مومن و مومنت ذکر آفن ناب. بنفسی انت من عقید لا يصام. بنفسي أنت من أثيل مجن لا يجارى. بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاب. بنفسي أنت من نسيب جرف لا يصام. إلى متى عارفيك يا مولاي، مولای من تا کی سرگردون باشیم آقا؟ و علامتا و ای خطاب نصف و فی که و ای نجواب. عزیزون علیه ان اوجا بدون که و اون آقا، برام سخت جواب از غیر تو بگیرم آقای من. عزیزون علیه یبکیه که یخدل کلورا. عزیزون علیه ای اجری علیک دون هم ماجرا. هل من معین فوطی لما والابی لبا البکا. هل من جزو فوسام دجزت اذا خلا. هل قضیت عین فساعدت آینی علی القضا. هل الیک یبن آمد سبیل فتلقا. هل یتسل یومنا منک بغدی فنغضا. متا نرد منا الک النبیت فنروا. متا ننتفع من عذب ما که فقد طال الصدا. متا نغادی که و نرابه که فنغر اینا. متا ترانا و نراک وقد نشر تلوان نصر ترا. اترانا نوف و بکبن تتوم من ملب وقد ملت الارض عدلا. زمین از عدل و داد پر شده و هدم تعدا کبانن و اقابا. و برتلو تا توجد تلق و قطع تدابر المتکبری و اجتثت وصول الظالمی. و نحن نقول الحمد لله رب العالمین. اللهم انت کشاف الكرب والبلوى و الیك استعدی فعندك العدوى. و انت رب الآخرة و الدنيا فاغث يا غياثا. فاغث يا غياثا. فاغث يا غياثا. وعيدك المبتلى فارهي سيده يا شديد القبا. وازل عنه بالأسى والجبا. وبرد غليله يا من على العرش استوى. ومن إليه الرجا والمنتهى. اللهم ونحن عبيدك التائبون إلى وليك المذكر بك. وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا. وأقمته لنا قواما ومرضا. وجعلته للمؤمنين منا إماماً.
فبلغه منا تحية وسلاما فزدنا بذلك يا رب كراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما واتبع نعمتك بتقديمك يا ومانا حتى تور زلاجلانك ومرافقت الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أمين السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من استفيت من آباء البرد وعلي أفضل وأكمل وأتم بعد وما بأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أسفيائك وخيرتك من خلقك وصل علي صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لمدها. اللهم باقم بالحق وأدذ بالباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعدائك فصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه وجعلنا ممن يأخذ بوجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تأدية حقوقه إليك والاجتهاد في طاعته واجتنا بمعصيته وامنن علينا برضا وابلنا رافته ورحمته ودعاه خيرا ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعانا به مستجابا. خدایا دار مدعای ما رو به وجود امام زمان مستجاب کن و جل ارزاقنا به مبسوطا. خدایا رزق و روزی مادی و معنوی ما رو به امام زمانمون گسترش بده و همومنا به مکفیم هم مقممون رو کفایت کن خدا و هوا جنابه مقضیه با دست با کفایت امام زمانمون حاجاتمون رو برآور و اقبل الینا به وجه کل کریم و قبل تقربنا الک و انظر الینا نظر ترحیمه نستکمل و الکرامت عندک ثم لا تصرفنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا ربيا هنيا صائغا لا ظما بعده يا أرحم الراحمين.